السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة أجيال أندلس. النهاردة هنقدم الدرس الثاني في الصف الأول إعدادي جغرافيا عن المجموعة الشمسية. عن المجموعة إيه؟ الشمسية. هنشوف في الدرس ده إن شاء الله الكواكب بترتيبها، سواء كواكب داخلية أو خارجية، بالإضافة اللي احنا هنعرف كل كوكب ونعرف المجموعة الشمسية بتتكلم عن إيه، وهنتابع مع بعض كل كوكب على حدة وكل كوكب بخصائصه، بالإضافة بعد كده هنشوف الأسئلة المهمة على الدرس، وكمان هنشوف الكتاب الامتحان أو الكتب الخارجية عن الدرس ده بتتكلم عن إيه. هنشوف كل الكلام ده داخل الفيديو، تابعونا حتى يصل لك كل جديد، واشترك في القناة حتى يصل لك كل جديد إن شاء الله. تابعونا بعد الفاصل. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك. بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونشوف المجموعة الشمسية. يعني ايه مجموعة شمسية؟ تتكون من نجم ماله بقى؟ ها، متوسط الحجم، اللي هو اسمه ايه؟ الشمس. بتدور حواليه كمان مجموعة منين؟ من الكواكب. منين لفين؟ من الشرق للغرب ولا من الغرب للشرق؟ من الغرب للشرق. من الغرب للشرق في مدارات تسمى أفلاك، محددة بيضاوية الشكل، لا تميل ولا تنحرف عنها. عشان كده في سؤال جميل قوي، ليه الكواكب دي ما بتتصادمش مع بعضها يا جماعه؟ ليه رغم السرعه بتاعتها ايه، كل واحد لها سرعه سريعه جدا وفي بطيء، بس ليه ما بتتصادمش؟ لان الله خلقها بايه، باحجام معلومه، وحدد لها مسار بتسير فيه ولا تخرج عنه. خلي بالكم من دي. النجم الوحيد المضيء في المجموعه الشمسيه هو ايه؟ الشمس. الشمس. طب على الكواكب كانت 9، اصبحوا كام دلوقتي؟ 8 بعد خروج كوكب بلوتو من المجموعه الشمسيه في 2006. دي صوره للكواكب المجموعه الشمسيه، نشوفها مع بعض الاول قبل ما نبتدي. الشمس اقرب الكواكب للشمس اسمه عطارد، ثم الزهره، ثم الارض، ثم المريخ. دي الكواكب الداخليه. ثم نبتدي بالمشتري، ثم زحل، ثم اورانوس، ثم نبتون، واللي خرج من المجموعه الشمسيه اللي هو بلوتو. دي مجموعتنا ايه؟ الشمسيه. اكبر الكواكب من المجموعه الشمسيه ايه؟ النجم. اكبر كواكب المجموعه الشمسيه هي المشتري، واصغرها عطارد. واقرب الكواكب عطارد، وابعدها المشتري. لا، نبتون. طب كل الكواكب بتدور حول الشمس في مدارات تسمى ايه؟ مدارات ايه؟ بيضاويه الشكل. طب هنرتب الكواكب مع بعض كده نشوفها: عطارد، الزهره، الارض، المريخ، المشتري، زحل، اورانوس، نبتون. تمام؟ دي مين؟ دي ترتيب الكواكب المجموعة الشمسية. يبقى اكبر الكواكب هي المشتري، واصغرها عطارد، واقربها عطارد. يبقى عندي عطارد مشترك في 2، ايه هما؟ اكبر وايه؟ واقرب. تمام قوي، سهل جدا الدرس وبسيط. تمام؟ دي بالنسبة لبداية المجموعة الشمسية. طب هنا نشوف ترتيب كواكب المجموعة الشمسية حسب الاحجام. اكبر واحد في المجموعة الشمسية هو المشتري، ثم زحل، ثم اورانوس، ثم نبتون، ثم الارض، الزهره، المريخ، اخر واحد واصغرهم عطارد واقربهم الشمس. تقع الشمس في مجموعتنا الشمسيه، وهي اقرب النجوم الى ايه؟ الأرض. الى الارض. وصفها نجم متوسط الحجم، عباره عن كره ايه؟ ملتهبه، ها، تشع ضوء وحراره، حجمها يساوي مليون مره حجم الارض. هي مهمه لحياتنا؟ مصدر لايه؟ مصدر للضوء والحراره. للضوء والحراره، يعني هي مصدر الحياه على الارض. وبدون الشمس لا توجد ايه؟ حياه. يعني الشمس لو غابت ثانيه عن الارض نموت. كواكب المجموعه الشمسيه بتنقسم الى قسمين، ها، كواكب داخليه وكواكب خارجيه، بينهما حزام اسمه حزام ايه؟ الكويكبات. تمام؟ الداخليه اللي هم عطارد، الزهره، الارض، المريخ، ماشي. الخارجيه بقى المشتري، زحل، اورانوس، نبتون. برافو عليك. طب نشوف كده المقارنه بين الاثنين. الكواكب الداخليه موقعها قريب ولا بعيد؟ قريب. قريب، اللي هم عطارد، الزهره، الارض، المريخ. خصائصها الثانيه صلبه ولا سائله؟ صلبه. صلبه. احجامها كبيره ولا صغيره؟ صغيره. سريعه ولا بطيئه؟ سريعه. بيسموها الكواكب ايه؟ الارضيه. يبقى نشوف بقى الخصائص بتاعتها. اول حاجه قريبه، ثاني حاجه صلبه، تالت حاجة صغيرة، رابع حاجة ايه؟ سريعة. نعكس الكلام ده كله. احنا قلنا هنا كواكب صلبة، يبقى هنا كواكب ايه؟ غازية. طب قلنا الكواكب هنا قريبة، يبقى هنا بعيدة. لو قلنا الكواكب، يبقى احنا قلنا قريبة بعيدة. طب قلنا صلبة غازية، صغيرة كبيرة.
طب قلنا سريعة بطيئة سهلة، بما تفسر يطلق على مجموعة الكواكب الداخلية اسم الكواكب الأرضية، لأنها مكونة من مواد إيه؟ صخرية أو صلبة تشبه إيه؟ تشبه الأرض. برافو. ما النتائج المترتبة على بعد كواكب المجموعة الخارجية عن الشمس؟ كلهم بياخدوا كمية ضوء بس كمية إيه؟ ضئيلة. نشوف مع بعض كده، في مجموعة داخلية ومجموعة خارجية من بينهما حزام الكويكبات، اللي هي الكويكبات صغيرة تقع بين كوكب المشترى وكوكب إيه؟ المريخ، بسموها حزام إيه؟ الكويكبات. حزام إيه؟ الكويكبات. ده بالنسبة للكواكب. هنشوفها في ملخصنا بتقول إيه. طبعا هنا جايب إن الشمس هو النجم الوحيد في مجموعتنا الشمسية، كرة إيه؟ ملتهبة تشع ضوء وحرارة. طيب وهو نجم متوسط الحجم ويساوي مليون مرة حجم الأرض. طب الشمس مصدر الحياة لأنها تمدنا بالضوء إيه؟ والحرارة. تمام. ده بالنسبة لمجموعتنا إيه؟ الشمسية. هنركز شوية عشان نرجع لموضوعنا تاني. احنا قلنا الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية بينهما حزام، اهو قدام حضراتكم، وايه حزام ايه؟ الكويكبات. وعرفنا الكواكب الاربعة الاقرب والكواكب الاربعة الابعد، وعرفنا من خصائصها صلبة وايه؟ وغازية، احجامها صغيرة واحجامها كبيرة، سريعة وبطيئة. تمام. وكان على الكواكب زي ما اتفقنا كانوا كام؟ كانوا تسعة، واصبحوا دلوقتي ايه؟ تمانية، واصبحوا الان تمانية. برضو السؤال اللي احنا قلنا عليه من الأسئلة المهمة، بما تفسر لا تتصادم الكواكب مع بعضها البعض، لأن كل كوكب يدور في مدار محدد ومقدر ومنظم لا يميل أو ينحرف. برافو عليك، لا يميل ولا ينحرف. طبعا كلهم في يد الله عز وجل، ربنا قادر على كل شيء. دي من ضمن الحاجات اللي هي قدرة ربانية رهيبة. عندنا مثلا اكتب ما تشير إليه العبارة التالية. النجم الوحيد في مجموعتنا الشمسية الشمس. ماشي. أقرب كوكب للشمس عطارد. برافو. أبعد كوكب للشمس نبتون. ماشي برافو. طيب المقارنة، مجموعة كوكب الداخلية والخارجية تتمثل فيه اللي هما عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ. ماشي. الخارجية المشترى، زحل، أورانوس، نبتون. الخصائص هنا سريعة هنا كبير ولا صغير؟ كبير. صغير. ها هنا كبير. ماشي. وهنا صلبة متكون من مواد صلبة، وهنا تكون من مواد غازية. برافو عليك. وهنا سريعة الدوران حول الشمس، وهنا بطيئة الدوران حول برافو الشمس. برافو عليك. ها نيجي نشوف، تعد الشمس هي مصدر حالة كوكب الأرض لأنها تمد الأرض بالضوء والحرارة، لا تتصادم. احنا لسه قايلين السنة على سطح عطارد هنعرفها، ونعرف كل الكلام ده دلوقتي. هنرجع للمذكرة تاني علشان نجيب الكلام ده. نشوف بقى مع بعض بداية الكواكب. أول كوكب عندنا هنشوفه النهاردة كوكب إيه؟ عطارد. يا عم عطارد قول لنا خصائصك إيه؟ قال لك أنا عطارد أقرب الكواكب إلى الشمس، واجه الشمس بجانب واحد، مدة دوراني أو السنة عندي كم يوم؟ 88 يوم، وبتحرك بسرعة كبيرة. طب يا عطارد ينفع نسكن عليك؟ لا يا حبيبي مش هينفع تسكن عليا. ليه يا بابا؟ قالك الارتفاع درجة حرارتي، ده انا قريب جدا من الشمس، يعني انتوا تسيحوا. ينفع نعيش على عطارد؟ طبعا لا. الزهرة، مين الزهرة؟ انا توأم الارض، انا اخت الارض في الشكل وفي الحجم وفي الكتلة. خصائصك ايه يا زهرة؟ انا ليا غلاف غازي متماسك لا يمكن اختراقي، عشان كده لا يمكن تحديد مدة دوراني حول الشمس. طب حجمك ايه يا زهرة؟ حجمي قريب من الارض، عشان كده سموني توأم الارض. طب قولي لي يا زهرة، انت دلوقتي بتلفي حول الشمس كل كام؟ قالت لي السنة عندي 225 يوم. طيب يا زهرة، بما تفسر زي ما بنسأل الطلبة يعرف الزهرة توأم الارض؟ قالت لي قول لهم عشان انا شبه الارض في القطر والحجم والكتلة. ايوه في القطر والحجم والايه؟ والكتلة. طب قولي لي يا زهرة، ما النتائج المترتبة على وجود غلاف غازي متماسك حول كوكب الزهرة؟ قالت لي صعوبة اختراقه، وبالتالي لا يمكن تحديد مدة دوراني حول الشمس. طب حلو والله. طب قولي لي بقى يا زهرة، كانوا بيقولوا السنة على سطح الكوكب هي الفترة ايه؟ الزمنية التي يستغرقها الكوكب في الدوران حول الشمس. والله ده الزهرة. روح بقى لأختي مين؟ الأرض. مين الأرض؟ أنا الأرض، أجمل الكواكب في الفضاء،
وبيسموني الكوكب المائي عشان كتير عليا مية 70% وسبعة من عشرة، وليا قمر واحد تابع ليا بيميل لوني الى الازرق. طب قول يا عم الارض انت كام عمر السنة عندك؟ 365 يوم وربع اليوم. طب بما تفسر يطلق على كوكب الارض الكوكب المائي؟ لان الماء يشغل نحو 77% في 7 من 10%. برافو. طب ما النتائج المتطبعة على موقع الارض المتوسط؟ يصل الى الازرق قدر ما يائم من الضوء والحرارة. حفظ الكائنات ايه؟ الحياة وثمار الحياة. طب بما تفسر وجود حياة على سطح الكوكب؟ بس لان الارض لان هو الكوكب الوحيد اللي يقدر على سطحه ايه؟ اكسجين، لازم التنفس، ماء، عندهم درجه حراره مناسبه، عندهم قوه الايه؟ الجاذبيه والضغط الجوي. وبعد ما خلصنا عطارد والزهره والارض وكل واحد يتكلم عن نفسه، هنجيب المريخ اللي السؤال ده ما بيسيبش امتحان. انا المريخ لوني احمر لاني غني باكاسيد الحديد، يبقى انت ها المريخ لونه احمر ليه؟ لأنه غني بأكسيد الحديد وأصغر حجم من الأرض ومدة دوران 687 يوم. السؤال بقى اللي بيجي دايما، بما تفسر يطلق على المريخ اسم الكوكب الأحمر؟ لأن تربته تتكون من أكسيد الحديد حمراء اللون. أيوة دي الكواكب إيه؟ الداخلية. نشوفها كده وشكلها عامل إزاي معانا. تمام؟ هنبتدي بأول كوكب اللي احنا قلناه من شوية، عطارد. السنة فيه كم يوم؟ 88 يوم. أصغر ولا أكبر؟ أي أصغر. أقرب ولا أبعد؟ أقرب. برافو عليكي. طيب اللي بعده مين؟ البيت الزهرة، بيسمى توأم إيه؟ الأرض. الأرض عشان كده بسبب القطر والحجم والكتلة لها غلاف غازي متماسك. برافو. تمام. الأرض أجمل الكواكب، تسمى بالكوكب المائي لأن الماء بيشغل كام؟ 77% من مساحتها. لها كم قمر تابع ليها؟ قمر واحد. كم السنة عندها؟ 365 يوم وربع يوم. برافو عليكي. طب المريخ سموه بالأحمر ليه؟ لأن بسبب تربته الغنية بأكسيد الحديد الحمراء اللون. برافو. تمام. أوي 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 أوي. نشوف أسئلة الأربعة دول. اكتب رقم في العبارة في البطاقة التي تناسبه، يتم دورته حول الشمس كل 225 يوم. الزهرة. هنحط عند ماشي الزهرة. أقرب أقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الشمس عطارد، يدور حوله قمر واحد الأرض، السنة على سطح تعادل 88 يوما أرضيا عطارد. برافو. تربته غنية بأكاسيد الحديد المريخ. برافو. حلو. السنة على سطح تعادل 687 يوم المريخ. يقبل دورته حول الشمس كل 365 يوما أرضيا الأرض. برافو. هنختار بقى، يسمى كوكب الزهرة بتوأم الأرض لقربه في القطر والحجم والكتلة من الأرض. برافو. يسمى كوكب الأرض بالكوكب المائي لأن الماء يشغل نحو 77% من مساحته. أيوة كده يا دكتور. ها؟ يعرف كوكب المريخ بالكوكب الأحمر لتربته الغنية بأكسيد حديد حمراء اللون. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك والله ما شاء الله عليك. نشوف بقى بعد كده مين المشترى. مين يا مشترى؟ قال لي يا عم بسكت بقى، احنا الكواكب الخارجية. ماشي يا عم على دماغنا من فوق، انتوا كم واحد يا ابني؟ قال لي احنا أربعة، مشترى زحل اورانوس نبتون. قول لي يا مشترك كلمني على نفسك كده. قال لي انا 12 سنه ارضي، السنه عندي 12 سنه، ابعد عني بقى. طب انت شغال ايه تاني؟ انا اكبر الكواكب، عايز حاجه تاني؟ لا كفايه يا عم انا اسف. طب زحل؟ قال لي يا عم السنه عندي 29 سنه ونص. طب مميزاتك ايه؟ قال لي ليا حلقات حلزونيه تبدو بالوان ايه؟ الاحمر بنفسج والبنفسجي. ماشي. وتكون من اجسام ايه؟ صخريه وجليديه. حجمك قد الارض؟ قد الارض مين ده؟ الارض ما تجيش جنبها حاجه. انا اكبر من الارض 763 مره. ياه. طب قول لي مين اللي بعدك؟ قال لي روح لاختي اورانوس. قول لي يا اورانوس السنه عندك كام؟ 82 سنه. مميزاتك ايه يا اورانوس؟ يبدو لنا في السماء ككره ملساء لونها اخضر تميل الى الزرق. ايوه يشبه كوكبي زحل والمشتري. اخر كوكب نبتون، السنه كام؟ 165 سنه ارضيه. واهم ما يميزه شديد البروده. ينفع نعيش عليه؟ لا. يبقى ده عكس عطارد. عطارد اكثر ايه؟ حراره. نبتون اكثر بروده. يكاد ان يكون توأم لكوكب اورانوس. خلاص. ويسمى بالكوكب ايه؟
الأزرق لأنه يرى في السماء كماسة زرقاء تشع ضوء خافت في الكون. طب نرجع بسرعة نشوف مذكرتنا بتقول إيه، نشوف الأسئلة اللي فيها. إحنا خدنا الكواكب الداخلية المشترى، قلنا خصائصه اللي هو أكبر الكواكب. أنا ضايف هنا معلومة اللي هو فيها حوالي 17 قمر وهو 12 سنة أرضية، تمام؟ دي المعرفة. أما الأخ زحل اتفقنا اللي هو توجد حوالي حلقات حلزونية، أورانوس أخضر يميل إلى الزرقة، ونبتون قلنا بيسمى بالكوكب الأزرق. السنة الفلكية للكوكب هي الفترة التي يكمل فيها الكوكب مدة دورانه حول الشمس. الأسئلة: تدور الكواكب حول نقطة تستمد منها نقاط ونقاط. تدور الكواكب حول الشمس وتستمد منها الضوء والحرارة. برافو. ترتبط؟ ترتبط الأقمار بالكواكب عن طريق الجاذبية. برافو. أكثر النجوم حرارة يكون لونها أحمر. هجيب ده على الوحدة كلها. ها. تأخذ الكواكب في مدارتها الشكل البيضاوي. مجرتنا من النوع الحلزوني. تعرف مجرتنا باسم سكة التبانة أو الدرب اللبني. برافو. ترى الشهب على هيئة سهام ضوئية بعد احتراقه. ماشي. النوع الوحيد من الأجسام الفضائية التي تصل إلى الأرض هو النيازك. برافو. أقل النجوم حرارة يكون لونها أزرق. عند سقوط النيازك أزرق. أقل النجوم حرارة أحمر. أحمر. ها. عند سقوط النيازك على سطح الأرض تسبب حفرة عميقة به. برافو عليك. حلو. سهلة الأسئلة دي. شوف كده أسئلة الملخص عشان اللي عاوز يبقى يحل الأسئلة دي في البيت كمان. شوف هنا بقول ايه الاطلاع فقط: هناك تفاوت كبير جدا بين حجم الشمس وكواكب المجموعه الشمسيه اللي قدامنا دي، شكلها كده باين خالص. نشوف الامتحان التراكمي ده كده. يلا. واحد كوكب الزهره. ماشي. 2 كوكب الارض. ماشي. 3 حزام الكويكبات. 4 كوكب المشتري. 5 كوكب اورانوس. طيب قارن بين كوكب نبتون وكوكب عطارد من حيث البعد او القرب عن الشمس. كوكب نبتون بعيد عن الشمس. ماشي. وكوكب عطارد قريب جدا من الشمس. ماشي. اهم ما يميزهما من خصائص: كوكب نبتون شديد البرودة لبعد عن الشمس ويكاد يكون توأما لكوكب اورانوس. ماشي. وكوكب عطارد قريب جدا الى الشمس، لذلك يكون شديد الحرارة وأصغر كواكب المجموعة الشمسية. ماشي. ها صوب ما تحته خط. تختلف ألوان النجوم حسب حجمها، خطأ حسب درجة حرارتها. برافو. مجموعة الكواكب الخارجية تتكون معظمها من مواد غازية. يعد كوكب زحل توأما للأرض هتبقى كوكب الزهرة. ماشي. بما تفسر تكون السدم بسبب انفجار النجوم في السماء. برافو. أهمية الشمس لكوكب الأرض تمدها بالضوء والحرارة. ماشي. مجرة سكة التبانة من النوع الحلزوني. ماشي. تبدو نقط في السماء على هيئة سهام ضوئية الشهب. ماشي. توجد حلقات حلزونية حول كوكب زحل. زحل يشبه كوكب نقط في تركيب العام من كوكبي زحل والمشتري اورانوس. برافو. ما العلاقة بين القمر والأرض والشمس؟ القمر يعكس ضوء الشمس الساقط عليه، والشمس تمد الأرض بالضوء والحرارة. تمد الارض بالضوء الحراره، وفي نفس الوقت ايه بتبعت عن طريق القمر الشمس بتبعت الضوء الى الارض. ده كان درسنا النهارده اللي بنختم بيه الوحده الاولى عندنا في مجموعتنا الشمسيه، اللي هو الدرس الثاني مجموعتنا الشمسيه. تابعونا على قناه اجيال هندسه حتى يصل لك كل جديد ان شاء الله، واشترك في القناه حتى يصل لك كل اشعار لينا. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك. في امان الله. ولو احتجت اي حاجه تحت امركم في التعليقات. كان معكم اسامه رزق مؤسس اجيال الاندلس. في امان الله. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.